هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم هنا الاصدقاء. وحشتوني جدا 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 جدا. والنهارده الحلقه دي هتكون يعني احلى حلقه في البرنامج كله. عارفين ليه بقى؟ عشان احنا عملنا حاجه اللي هي كبيره جدا وفي ناس كتيره كانوا فرحانين عشانها. واللي هي ايه الحاجه دي؟ عملنا فيلم فلسطين حره انتقام مريم. والنهارده هيكون معانا ضيوف ابطال الفيلم. ويعني يا رب الحلقه دي تعجبكم جدا جدا جدا. وهيكون معانا عمو وركات وابطال الفيلم وهنشوف الفيلم. يعني هنعمل حاجات كتيره قوي. ويا رب الحلقه دي تكون احلى حلقه في البرنامج كله. فهنروح فاصل ونرجع لكم تاني ونستضيف عمو بركات. هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء والاصدقاء قول له اديني مصروفي خلصت كل فلوس. هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء. ورجعنا لكم تاني ومعانا عمو بركات. ازيك يا عمو بركات؟ ازيك يا نون؟ عمل ايه؟ الحلاوه دي؟ شكرا. حلاوه وشطاره وجمال. شكرا يا عمو بركات. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه حضرتك عمل ايه؟ انا حضرتي كويس. عارفه انا حاسه ان انا قاعد بزاويه فمش عارفه ابص كده وانا رقبتي وجعاني اصلا. لا قدامك. مساء الخير. احنا واحنا على الهواء؟ ما قلتيش اللي احنا على الهواء صح؟ ما قلت انت بداتي على طول. زي ما يعني لو انا بسالك يا عمو بركات ازيك وعامل ايه معناها ان احنا على الهواء. طب اعرف منين؟ ساحر انا؟ ساحر اعرف ازيك يا عمو بركات؟ عادي ممكن يكون وحشتك واحنا قاعدين. يعني احنا على الهواء؟ بجد؟ طبعا انا كمان مش عارف ابص على الشاشه فمحروق محروق يعني. طيب انا هثق فيكي. مساء الخير كل سنه وانتم طيبين يا رب تكونوا بخير. موضوع الحلقه ايه النهارده؟ هنتكلم على الفيلم بتاعنا وهنستضيف ابطال الفيلم. هو احنا على الهواء بجد؟ ايوه على الهواء. بص في الشاشه. احنا على الهواء. ازيك يا هنا؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. طيب مين الابطال اللي معانا عشان نتكلم على الفيلم وبعد كده نطلع نجيبهم بقى؟ ابطالنا رحيق. ايوه. ميشو وحازم واحمد. الله. وطبعا في معانا في الفيلم مين لو فاكره؟ مايا. مايا وحلا. مين ده؟ محمد. وحضرتك عمو بركات. أيوة كويلة. و الجنود اللي طبعا حضرتك الجنود. الجنود ايوه. ولا الظباط؟ ايوه الجنود. انا الظابط. ها ومين اللي كانت في اول الفيلم؟ انا. انت ايه الطمع ده؟ الوحيده اللي اتبهدلت في الفيلم تقى. صح نسيت. ايه هو ايه اللي اصلا نسيت؟ مش فاكره الناس كلها اللي في الفيلم. ليه مش فاكرهم ليه؟ نسيت. ده انا لسه بقشر يا بابا من الشمس يعني. والناس فاكره اللي انا صيفت. انت برضو كان عندك كده ناس فاكره ان انت صيفتي؟ لا انا كل شفت اللي صيفت. يا عم ما صيفتش ولا اول ما صيف هقول. وانا اخبي؟ انا اخبي. انا اقول لو صيفت. انا بصراحه اتحرقت في الشمس لما عملنا فيلم. بس عملنا فيلم حلو. يستاهل التعب ولا لا؟ يستاهل. طيب احنا عايزين نقول للناس الحمد لله بفضل الله بفضل الله. الله اكبر الله اكبر. الفيلم السهم بتاعه عالي قوي الحمد لله وبدا يطلع معانا في مشاهدات عاليه جدا وارقام كبيره جدا الحمد لله. عارفه انا مبسوط عشان انتوا تستاهلوا ده. وانا مبسوط اللي انتوا تعبتوا واتبهدلتوا. انا بهدلت الاطفال دي. الناس اللي فاهمه ان الفيلم ده بكل بساطه اتعمل. الاطفال دي اتبهدلت بروفات. وسمعت اشاعه ان هنا خدت رحيق ونزلوا يعيطوا مره في بروفا. حصل ولا ما حصلش؟ مش هقول لك مين اللي قال لي. ماشي. بس المهم عرفني يعني اللي انتوا نزلتوا عيطتوا عشان انا كنت متضايق في البروفا. حقيقي اتبهدلوا حقيقي. تعبوا حقيقي. كانوا قد المسؤوليه كلهم بلا استثناء احد. واترمى علينا تراب ورميت عليهم تراب. انا بهدلتهم بهدلتهم. لا احنا مش عايزين نقول بقى الحاجات الصعبه عشان ما يزعلوش. بس حقيقي الاطفال دي تعبت وركزت. وانا بقول واول مره يمكن اقولها في برنامج انا ليا الشرف وفخور جدا 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 اللي انا اشتغلت مع المجموعه دي في العمل ده
لانهم هم كمان ساعدوني ان انا احقق حاجه انا عايز اعملها بمجموعه اطفال، والاطفال امكانيات، فكل ما تبقى امكانياتهم حلوه كل ما انت هيبقى مسموح لك اللي انت تعمل بيهم حاجه حلوه وحاجه حلوه. فمبروك عليك يا هنون. شكرا يا مبارك. وانا مبسوط من ادائك جدا 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 جدا، ومبسوط من اداء كل الاطفال جدا 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 كمان. كونكم اللي انتوا اطفال وفي السن ده وطلعتوا اتكلمتوا ومثلتوا في الشمس، طبعا انت حصل موقف وقلت ممنوع تشربي ميه وزعقت الناس اللي فاكره العيال جايه تتفسح، العيال مش جايه تتفسح، هما كانوا في ضغط وكانوا في مسؤوليه، كان لازم يحسوا بمعاناه ناس ثانيه عشان يقدروا يطلعوها على قد ما يقدروا. طب ما تيجي نشوف الفيلم احسن، وبعد كده نستضيف مثلا حد، نستضيف مثلا رحيق، هنستضيف رحيق وحازم بس نشوف الفيلم الاول. طيب انا عايزه بس اسالك يا عم بركات سؤال قبل ما نروح نشوف الفيلم. هو كان ايه احساسك يا عم بركات ان حضرتك كنت الضابط و يعني حضرتك مثلت وكده، يعني كان ايه احساسك في الوقت ده؟ هقول لك. اولا احساس المسؤوليه. ليه احساس المسؤوليه؟ لان انا المخرج وممثل في الفيلم. فانا متقسم ثلاث ارباع، عارفه ايه هم الثلاث ارباع بقى؟ وانا واللي هو احساسي يعني في الفيلم هو متقسم ثلاث ارباع. هقول لك الثلاث ارباع ايه. اول ربع فيهم اللي انا كنت بحبكم جدا 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 ونفسي تطلعوا في احسن صوره كاطفال انا بحبها. تاني حاجه كان نفسي اطلع احسن بقى حاجه جواكم، واركز في التصوير واركز في الاخراج واركز في الصوره بشكل عام، واركز يعني في تفاصيل كده احنا بغنى عنها. تالت حاجه يمكن زعلتني شويه اللي انا ما اهتمتش بنفسي اكتر من اللازم، وده غلط بس كان بالنسبه لي انا حلو، لان انا كان هدفي اللي انتوا اللي تظهروا وانتوا اللي تتشافوا بشكل كويس، وعشان الواحد كانت نيته كده الحمد لله ربنا كرمنا وشفتوا بره المشاهدات قد ايه الله اكبر. الحمد لله. تمام. فكان احساسي متقسم ما بين اللي انا بحبكم ومش عايز ازعلكم، وما بين اللي انا عايز اطلع احسن حاجه فيكم، وما بين اللي انا عايز اركز كمان في شغلي واكل عيشي ان انا اطلع احسن فيلم على قد ما اقدر بالامكانيات المتاحه في ايدينا. اوكي. انا فرحانه ان حضرتك قلت لي قلت لي احساسك في الفيلم. اصل ما حدش اصلا سالني قبل كده ايه احساسك دي، فتحس لا خدت فرصتي. اوكي، فاحنا هنطلع نشوف الفيلم ونرجع لكم تاني. باي. اتعلمت الباي باي من اما انتم مجرد اصوات فارغه ستموتون الان جميعكم. هكذا نعاقب متمردين الذين يحاولون إكفانا، ف
فلا جزاء لكم إلا الدمار. أيها الضعفاء. مين دول الضعفاء؟ نحن أكلكم بسنانة برضو بلادنا تكون حر. يا فاطمة برضو رجعوا تاني يقرروا نفس البواب، قالوا لي برضو في أطفال بتعيط في القبر. عمر، وإحنا هنموت زي فاطمة؟ يا عبد، كلنا هنموت. فرحان ليه يا عم؟ أنا كان نفسي أعيش. وأنا كمان كان نفسي أعيش. ستموتون الآن جميعكم. هنموت بس هنخلف قلوبكم الرعب. هنموت أفضل، أما أنت وأمثالك هتعيشوا كلاب. حرام عليك يا عايدة، هكرني الكلاب بيهم، ده حتى الكلاب مش جبان. ده جبان ده جبان ده جبان ده جبان ده جبان ده جبان. استعكس فتى، من الجبان هنا؟ نحن أقوياء، نحصل على ما نريد وقت ما نريد. أما أنتم، أما أنتم مجرد أصوات فارغة. واجهني راجل لراجل. مش هيقدر عشان جبان. قلت لكم مجرد اصوات فارغه، حانت وقت نهاياتكم. نهايتك انت وامثالك ان شاء الله.
تخلص قولوا لنا. اهلا بيكم في حلقه لخبطتني يا عم عليك. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع حازم ورحيق وعم بركات. لا مش واثق فيك. انا على الهوا ولا لا؟ على الهوا. على الهوا طبعا. على الهوا؟ اه والله العظيم انت انا مش عايز اقول في ايه؟ انا كنت في انا جنبي ايه؟ اتلخبطت. احنا على الهوا صح؟ ايوه ما انا مش كنت لسه بتكلم. ايوه ايوه انا فجأة انا لسه كنت بقول حاجه مهمه ونسيتها لي كمان. لا انا افتكر انا فاكراها هي في دماغي. ايوه طيب ماشي خلاص هسكت. ايه الخضه دي؟ في ايه؟ هي فزعتك على اصل انا كنت لسه بحكي حكايه. معلش انا ماشي خلاص. انا اسفه جدا. اتفضلي يا رحاب الزمايل. طب بس انت قلتي احنا طالعين يعني قلتي بعد الفيلم في فاصل. لا قالت ولا انا قلت بعد 8 دقايق في فاصل. لا لا احنا على الهوا دلوقتي. اه مش انا اسفه رحيق. اعلاميه قديمه بقى فاهمه بتفكرني. طيب ازيك يا حزوم؟ الحمد لله. ازيك يا رحيق؟ الحمد لله. ازيك يا هنا؟ كويسه الحمد لله. اقوم اسيبكم مع بعض قعده اطفال كده. اقسم بالله سلمت على من شويه. اقوم اسيبكم مع بعض تتكلموا عن الفيلم ولا عادتي مهمه؟ لا لا مهمه مهمه. ما انت حضرتك ظابط. خليك وانا حضرتك يعني حضرتك انت مخرج. اتفضل. طيب اساليهم بقى اللي انت عايزه تسالي. خلاص طيب بعد كده اساليني زي ما انت عايزه. انا اول سؤال انا قلت لعم بركات ايه احساسكم في الفيلم؟ ايه تاني؟ بنت هو الفيلم حزين بس هو حلو ومشاعره حلوه بس اهم حاجه فيه ان احنا مربوطين وكنا الشمس بقى حاميه علينا وكان بركات كان اصلا مش طايق نفسه ولا احنا يعتبر كنا على اخرنا يعتبر كنا جايبين كلنا كرتونه ميه كرتونه ميه عشان خاطر احنا واقفين في الشمس سنه. الدنيا كانت حاره قوي. الدنيا كانت حاره قوي بالذات انت اكتر واحده بقيت اه عشان نايمة على الشمس على طول. ايوه وانتي كنتي نايمة على الارض وكان احساس الفيلم كان حلو بس في حاجة صعبة فيه في حاجات صعبة بس هو حلو جدا. واول ما ينزل اصلا هيتشهر وكل يعتبر هنبقى مشهورين اكتر ان شاء الله. وان شاء الله هنعدي ونعمل فيلم اكبر فاكبر ان شاء الله وهنعدي. انا متفق معاك يا حاج. طب انا عايز اقول حاجه. اتفضل. انا بتاسف لك اللي انا ما كنتش طايق نفسي وبتاسف لكل الاطفال بس غصب عني صح؟ عادي ده اصلا عادي غير الشمس يعني مثلا زي كان واحد ماشي في الشارع والشمس ومش طايق نفسه. حلو بس انا عايز اقول على حاجه انا ما كنتش طايق نفسي وممكن اكون كنت مثلا بزعق بس طبعا ما قلتش حاجه ضايقت حد ما غلطتش في حد صح؟ انت خالص انت صح صح عشان خاطر المفروض تزعق لو مش بس انا زعيقي مختلف. متفقين ولا مش متفقين على دي؟ انت مزعقتش اصلا كل حاجه هتمشي غلط. يعني انا مره كنت بزعق وانا بزعق لو فاكرينها كنت برقص وانا بزعق. ايه فاكرين انتوا عايزين ايه من فاكرين الحته دي؟ ايوه فعلا لازم تزعق اصل كل ما تزعق كل ما احنا شادين وهنعرف ننام. ماشي بس انت عارفه بطبيعه اللي انا ما بحبش ازعق لكم. ايوه طبعا بس انت المفروض تزعق ليه؟ عشان خاطر لو انت لو ما زعقتش هنفضل مش هيشتغلوا صح. بس انت تحديدا بتزعلي مني وهنا بتزعلي مني. انا بزعل انا وهنا. طب ليه؟ ما هو انت بقى فاهمه المفروض بقى ما تزعلوش. ما هو احنا اصلا ما كناش طايقين ولا حد فينا. احنا كنا فاهمين ان احنا ان حضرتك لازم تزعق عشان انا وهنا اصلا كناش طايقين نفسينا اكتر منك وكنا اصلا كنا مربوطين كده معدة واحد معدة واحد مصاب هو اللي ما اتربطش اسمه ميشو صح. انا كلمت مامة حازم قلت لها واحنا هنتربط في الحلقه زي ما احنا كنا مربوطين لا في البروفه قصدك يعني ولا في لا في الحلقه دي انا اتربت ليه كنت فاكره ان احنا هنتربط زي ما احنا كنا احنا خلصنا لا. الفيلم طلعنا منه بقى بشخصياتنا رجعنا لحياتنا الطبيعيه. والله الفيلم ده كان صعب جدا وبس في فيلمات اصعب منه
بجد جاي علينا ان شاء الله، وفي حاجات اكتر واكتر واكتر هتمشي يعني، ولسه في كليب ان شاء الله، لسه في كليب اللي هو الله. كتاب العلوم بس كتاب العلوم ده يا باشا بتاعك يا باشا. طيب انا عايزه بقى اعرف حازم كان احساسه ايه في الفيلم. هو بصراحة الإحساس ما صح، اللي هو أنا غير واقفة في الشمس، يعني غير واقفة أساساً ذات نفسها في الشمس، اللي أنت تبقى مربوط وفي شمس جاية عليك وفي كمان تراب كان عليك، ده كان إحساس صعب بصراحة. بس أنت بتبقى مستمتع وأنت بتقول، يعني وأنت بتقول كلمتك قدام الكاميرا، أنت مستمتع، أنت بتقول حاجة يعني من قلبك، حاجة حقيقية، فأنت بتبقى مستمتع غير طبعا الشمس ولا خلي كلامك مع كاميرتك احسن. ان انت بتحب الكاميرا، فبص يعني هي اكتر حاجه هطلب منك حاجه، قول عيد الكلام تاني بس خلي وشك للكاميرا، عايز اشوفك كده وانت بتقول الكلام ده. يا ابني انت كده بتعذبنا. تمام اقول بقى هنا لك عشان اشوف انت هتعرف تقوله بنفس التركيز ولا نسيت. هعرف، ما تنساش اللي المدرب بتاعك يا حبيبي. طيب معلش نقاطعكم بس احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني وبرضه نكمل مع حازم في احساسه. يلا اعملوا باي في الكاميرا. هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء. خايفه اتكلم تقولي دخلنا على الهواء. رجعنا لكم تاني. دخلنا صح؟ شفت يا رايق قلتلك. ورجعنا لكم تاني وتفضلي حازم كمل كلامك. تمام مبدئيا سلام. ايه؟ انت قلت ايه؟ تمام تمام. كاحساس في الفيلم الشمس طبعا كانت جايه علينا، ده اولا في وسط التراب طبعا ايدينا كانت مربوطه وشمس بقى جايه علينا، وطبعا احنا كشعور في الفيلم انا بقول الكلام يعني من جوايا، مش اللي هو رايح اقوله، لا هو الكلام كله من جوايا قدام الكاميرا، كنت حرفيا كنت مبسوط جدا من جوايا، بس طبعا عشان الشمس بقى والرب، فيعني كان برضو كان مديني اللي هي النظره العصبيه، كان مديني النظره العصبيه في نفس الوقت. بس يعني اكتر حاجه بجد استمتعني فيها هو كان الفيلم ده، اللي انا كنت قاعد ببص في الكاميرا وغير كده بقول كلام، انا فرحان، انا كنت فرحان ساعتها طبعا. بس وانا كنت ببص للعلم كنت عاوزه اقول تحيا مصر كده، كان نفسي اعمل كده لما اقول تحيا مصر. خلاص اعملي كده قولي تحيا مصر دلوقتي، خلي بس عشان المايك. تحيا مصر. يلا اعمليها عشان تبقى عملتيها. تحيا مصر. لا بكاميرتك. تحيا مصر. برافو. طيب انت يا انت هنا مين اللي عيط في اخر بروفا لو فاكره؟ هو اللي بتاعت. طب انت لا هو في اخر بروفا لما كنا بنعمل واحده خالص ساعه يوم انت عيطت. طب لما انت عيطت طبعا انا كنت قايل لكم يوم التصوير ان يوم التصوير ده بروفا، فمش انا قلت السبت بروفا، السبت بروفا. في يوم البروفا اما انا عيطت وهنا عيطت والاستاذ عيط. طب بما انك عيطت وبما انك اكبر واحد في المجموعه، لا انت من سن تقع تقريبا، كان احساسك ايه لما اتفاجئت ان احنا هنصور؟ كان احساسي يعني حسيت ان انت جاهز ولا لسه عايز تصور؟ لا احنا كنا كده كنا جاهزين من يوم الخميس، كنا احنا اصلا كنا حاطين 85% ده خلاص ده كده تصوير يوم السبت. كنا حاطين بقى يمكن 10%. فاكره يوم السبت الجاي كنت هفرح موت موت لما انت كنت اصلا في يوم ده كنت سايقنا ولا كنت طايق نفسك ولا كنت طايق حتى الارض. انت ايه هتكرهي الناس فينا ليه؟ 5% دي بقى دي كانت محطوطه اللي هي تبقى بروفا، فاحنا كنا عمالين بنعمل حتى بروفا واحنا قاعدين في بيتنا نراجع الكلام بالاحساس بالشكل بكل حاجه. عشان كنا خلاص اللي هو انت عماله تقطعي ليه؟ استنى بس انت ليه متعمده تقطعيه؟ استنى الصراحه يعني كان هو كان حلو قوي بس كان في كلام كان صعب. انا عايز اقول لك ان هي سرقت منك الكاميرا بالطريقه عشان بس تتعلم. هي برضو بسيره الكلام ذات نفسه، يعني انت ما بتقولش كلمه بس لا انت بتبقى كلمه معاها احساس معاها وشك ازاي احساسه نبره صوتك. يا بختك يا بختك يا بختك مليون في الميه، لان انت كنت بتقول وبتقعد تشرب في ميه مش بس برضه كان تعبان؟
انت قابلت ايه؟ احنا كلنا اكتر واحد ده احنا اللي متعذبين بداله. ده احنا اصلا متعذبين. اسال بقى السؤال. نعم اتفضل. والسؤال ليك يا هنا بما انك برضه معاهم في الفيلم، كان احساسكم ايه واحنا بنجيب التراب كده نحطه عليه؟ كرهتوني بجد ولا لا؟ انا كرهتك موت. انا كرهتك. انا كنت كرهك. لا انا مش عايز التراب يجي على وشي وانت بتعمله اذا كان مش عايز نلمس رجليا. انا احساسي الحمد لله اللي انت ما حطيتوش على جوه هدوم. انا كنت متنفذه، كنت متعصبه، وكنت مش طايقه نفسي اصلا. والمشكله ان في تراب دخل في عيني وفي شعري وفي هدومي وفي كل حته. انا قلت كله يقفل عينه وبقه ومحدش سامع الكلام. بس هقول لكم السر. ماما كده كده اصلا حضرتك لما رشيت التراب، هو التراب اكيد هينزل من وانا مفتحه، ينزل من على من شعري، فدخل في عيني وبقه. انا عايز اقول لكم السر ليه انا بقى اللي استخدمت التراب. انت عشان انت شرير. براس قفلها يا جماعه. يعني كان ممكن حد من اللي معايا هو اللي يعمل الخطوه دي. أيوة. بس انا عملتها بنفسي. ممكن يخلينا تكرهنا اكتر مش احنا كده. ممكن يخلينا نرميها كده بسهوله. بس انا كنت حريص برضو عليكم صح ولا لا؟ كنت حريص. كنت بتجيب كله كده. يا بخت يا بخت يا بخت. اقسم بالله انا عايز اقول حاجه، وبالذات الناس اللي معايا واخده ابوك. طب اقول حاجه، في المشهد الاخير احنا صورنا كان كنتوا انتوا بتضربوني صح؟ فاكرين؟ كان نفسي اديك شارلوت وتتحمل. معلش. طب استنى هنا. انا مش عايزه اقطعكم بس احنا خلصنا الفقره. يعني فكرتنا خلصت فهنخش. ايه ده؟ ما الابطال التانيين. عماله تفاجئنا ليه؟ انا طب كل واحد يقول كلمه بسرعه للكاميرا عن الفيلم ويلا عشان نقابل بقى مش واحد. انا اتفضل. مبدئيا انا بجد بجد فرحان سرقت جدا منك بالفيلم. الكاميرا يا استاذ. ايوه ما اعلاميه قديمه بقى. انا فرحان بجد بجد اللي انا عملت الفيلم ده مع عم بركات ومع انا ومع رحيق ومع كل عم مين يا مع كل اللي خلص بقى بيحترمني. اسكتي. وعايز كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي يدخل على يوتيوب على فيسبوك يكتب بركات كلها هيلاقي على طول. استوديو بركات كولا يا جماعه. الفيلم على الفيسبوك اسمه استوديو بركات كولا وعلى اليوتيوب استوديو بركات. طيب طب اتفضلي قولي يلا. طب قولي بسرعه. يا جماعه الفيديو ده كان جميل والفيلم ده كان حلو ومشهده جميل وكل حاجه. طيب اللي بيشوفنا على اليوتيوب ما ينساش يعمل لايك واشتراك في القناه. اعملها سبسكرايب وكومنت وكل حاجه في الدنيا. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني نستضيف الابطال التانيين ان شاء الله. هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء. نقول له اديني مصروفي. خلصت كل فلوس. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً للأطفال الموديل، دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ ما راح من غير تكليف. لا لسه في كوفي. وقفيني بقى. وقفيني. مهما كان الصبر. ايديكم على بعض يا جماعة. برافو يا بسملة برافو. ده انتوا اخوات صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب ايه
المدرسه الساعه 8 الصبح. ده تهديد بقى. مش راجل وتحرك. سألها في الدين يعني. لا والطريقه مبسطه واغاني جميله والأم. وكمان انا شايفه ان انت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبايديهم. هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء. ورجعنا لكم تاني ودلوقتي بقى معانا احمد وميشو وعمو بركات. ايوه كده كنت لسه هزعق دلوقتي. في صمت ليه؟ مش عارف. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي منور. عاملين ايه؟ ازيك يا ميشو؟ انتوا زيكم عاملين ايه؟ ميشو كويسه الحمد لله. ازيك؟ احنا على الهوا. انا عارف والله. اكتر واحد جنني. انتوا اكيد خدتوا بالكم طبعا. حتى برضو دلوقتي هو احنا على الهوا ولا؟ ايوه احنا على الهوا. على المريخ؟ على الهوا. لا ده انا اقوم بقى عشان ده الهزار بقى زاد. لا 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 هزار العيال ده. والنبي خليك قاعد. النبي خليك. ماشي. ازيكم يا شباب؟ كويسين طبعا. انتوا من الناس اللي تعبت في الفيلم برضو. اه ميشو انت ما خدتش بالك ان انت الوحيد واحنا بنصور ايديك ما كانتش مربوطه بجد؟ خدت بالك ولا لا؟ اه خدت. كان احساسك ايه بامانه؟ يعني كلام بقى بجد كلام رجاله تمام؟ احساسك ايه وانت مخليني كنت بشد في شعري منه يا ميشو؟ كنت فرحان فيا؟ بصراحه ولا كنت زعلان عليا؟ فرحان لما نخلص الحلقه وانا قلت الولد هيقول كلام كبير. ماشي طيب. لما انت اتعصبت مني في الفيلم انا بقى بس كنت هموت في صوتك يتنبح. كنت عايزه اشوف وشك. ليه يا ميشو انت مش عارف ان انا بحبك؟ ايه انت مش عارف ان انا بحبك؟ لا يا حبيبي مش عارف خالص. ايه ده بجد؟ يعني انت مش عارف ان انا بحبك؟ انت بتحرجني على الهوا؟ حلو قوي. بس اعمل حسابك في بعد الحلقه كلام وليله. انت حر. انت دلوقتي تطلع ترند يا حبيبي على حسابي. طب مش فاهمه الخناقه. هو ايه اللي ترند؟ احنا كنا في تيك توك. اصل ما هو برضه بيحرجني. طب ما تقول له ما ينفعش. بيحرج المدرس. ما ينفعش ميشو. ما ينفعش اصلا. انت ما ينفعش تحرج عمو بركات المخرج بتاعك عشان هو المخرج والاستاذ بتاعك واللي بيدربك. قولي واللي بيدربك. هو انتوا الاثنين علاقتكم مدرسين زي بعض كده؟ يا مدرسين يا محترمين. عايزه يا انا رسمي. قول كده. انا رسمي التاني. رسمي التاني. ازيك يا احمد؟ كويس الحمد لله. انا حسيت كده اللي انت عايز تقول رساله. اتفضل. يا بصراحه رسالتين مش رساله. يا طماع قول. اتفضل. اول حاجه واحنا تعبنا في فيلم بس حقيقي الفيلم متعب بس يستحق. في ايه؟ طيب ينفع تقول لنا احساسك في الفيلم؟ لا لا هو عايز يكمل حاجه. اتفضل يا باشا كمل. اصل هو عايز يقول رساله شكر. انت مش فاهمه بس ما تعرفوش. اتفضل. طب حضرتك اللايف اه سوري. اتفضل. اصل هو ايه؟ الاحساس الثاني قبل ما اطلع على الهواء قال لي بقى عمو بركات وانا ينفع وعايز بقى يوصل رساله لحد. طيب اوكي. طب احنا على اللايف والناس سامعانا كده كده. لا ما اكيد انا مش الكاميرا. مش عليا. لا ما هي جايه عليك. تاني حاجة. لا قول من الأول عشان أنبسط. ماشي. لازم أعذبك. اتفضل. اللي بيتاوب ده. أول حاجة هو فيلم حقيقي متعب بس يستحق. يعني التعب يستحق إن احنا نتعب فيه. تاني حاجة وهي رسالة مهمة جدا. شكرا جدا لماما عشان هي اللي خلتني كده. وهوجه الشكر كله لماما. والشكر كله لكل الناس اللي ساعدتني اللعبه كده والله. شكرا جدا. طبعا شكرا لهم كلهم. و انا بحبك. انت عارف ان انا بحبك كده. اوكي. هو مش انت عمال تقرب يا ابني في ايه يا حبيبي؟ خليك كده عشان تعرف. يا ابني وترتني عشان الناس يعرفوا يشوفوك. بص كل شويه يروح جالك كده وانا سكت بعد كده جالك كده. خلاص وسكت. ما ده بقى طب احنا على اللايف احنا ممكن نعمل ديسكس الحاجات دي بعدين. طب انا طبعا انا يعني يا احمد خلي بالك مش عشان بك. طبعا انا بشكرك اللي انت بتاخد بالك من اللي حواليك وبتحاول تقدر اللي حواليك ودي حاجه حلوه فيك ان انت من جمالك. اول ما قعدت قلت لي انا ينفع اقول لماما شكرا؟ طبعا ينفع تقول لماما شكرا وينفع تقول لكل الناس شكرا عشان انت فنان. واحنا فاكر في البروفا مره قلنا الفنان تفاصيل. اوكي. وتفاصيل كتير صح؟ صح. طبعا مشوا. طيب ثانيه واحده. في عندنا مداخله. ثانيه واحده. معانا مداخله. استاذه اميره. استاذه اميره
ازي حضرتك؟ مساء الخير. ازيك يا هانا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا مبسوطه قوي بيكي وبالبرنامج وبالمخرج والاطفال، وبتبهرونا وفيلم روعه روعه، وصاحب قضيه رهيبه، العالم كله بيتكلم على القضيه دي وانتم عملتوها. برافو عليكم يا حبايبي، وميرسي يا مخرج بركات انك خليت نجوم زي ده يحسوا بقضيه عربيه صعبه. ابكتونا في الفيلم وخليتونا قلبنا يوجعنا، وصعبتوا علينا انكم حسيتوا بالشعور ده. ميرسي يا حبايبي، وميرسي يا هنوله انت والاطفال كلهم، ومخرج بركات استاذ بركات، ربنا يوفقك ربنا ان شاء الله يبقوا نجوم كبار بوجود حضرتك وبوجودهم. والف شكر على الفيلم. وعلى فكره انا عايزه اقول حاجه ثانيه غير الفيلم، اغنيه رمضان بتعجبني جدا جدا جدا، وبتفرج عليك كاني من سنين ما نزلتش اغنيه للاطفال، اخراج صوت موسيقى تبلغات حلوه زي الاغنيه دي. ربنا يوفقكم يا حبايبي، وبتحبك قوي يا هنا، وبتفرج على برنامجك على طول، وكل اسبوع بستناك فارغ الصبر انت وحبايبنا كلهم يا حبايبي. شكرا قوي، ربنا يوفقك يا حبيبي. العافيه حياه قلبي. الف شكرا لحضرتك، وكلامك كله ده يعني نعتز بيه وشهاده، وبجد انت خليتيني بجد مش عارف ارد عليكي، لان حاجه حلوه ان الناس تبقى مقدرانا. شكرا 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 شكرا. طيب انا عايزه ايه ده؟ انت بتضرب نفسك ليه؟ ليه بتضرب؟ اتكلمنا يا ابني، اتكلمنا ازاي؟ طيب عايزه اقول حاجه بس يا ممثل، بس التمثيل احنا برنامج يا حبيبي ما فيهوش تمثيل. طيب عايزه اقول حاجه، ايه احساس عم بركات وميشو واحمد وانتوا يتحطوا عليك التراب؟ يعني عم بركات انت كان احساسك ايه وانت تحط عليهم تراب؟ انا بحط عليهم تراب اولا، احساسهم مش حاجه خالص. لا 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 والله، تعال نسمع بس. طب انت ليه شايف ان مفيش احساس؟ اكيد اكيد كنت زعلان صح؟ اه طبعا زعلان، لان حضرتك ما كنتش عايزه ان يحصل كده. مش عايز يحصل يعني، انا زعلان، مش زعلان، ما احبش ان انا اعمل حاجه تضايقكم او تزعجكم، او يعني طبعا بحط على وشكم تراب، دي حاجه ممكن تضايق طبيعي اي حد. لا بس احنا مقدرين احساس حضرتك جدا، ويعني مش مشكله عادي. ميشو حضرتك اللي انت راس اتفضل. لا لا اتفضل. لا اتفضل. نفس اللي عمله في البروفات، نفس اللي عمله في التصوير، نفس اللي عمله في ليه يا ابني؟ يا ابني انت 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 ايوه نمستي 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 كلنا. خلي بالك ميشو، انا طبعا انت عملت برضو دورك، لما انا جيت بقى زهقت بقى وقلت مش عارف. بص لي يا صاحبي، مالك مش عايز حاسس كده اللي هو قول مش مهم كلامك. لا بكلمك بقى بجد، لا لا كلام رجاله يا ميشو بجد. انا كنت مبسوط ان انت لما بدانا دخلنا في الجد بقى ويلا نشتغل. طيب عمو بركات معلش ثانيه بس، كمان معانا مداخله من استاذه اسماء. الو الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا نونا، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ اخباركم كلكم ايه؟ استاذ بركات ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا الحمد لله تمام الحمد لله. بص يا سيدي، اولا انا عايزه اشكركم كلكم، عايزه اشكر هنا، وعايزه اشكر رحيق وحازم واحمد وميشو وحلا ومايا على المجهود اللي هم عملوه. هم بجد برافو عليهم، عملوا شغل حلو قوي قوي. وطبعا بشكرك انت على تعبك معاهم، انك دربتهم واتحملت شقاوة بعضهم. طبعا يعني ربنا يعينك. بس انتوا بجد فخوره بيكوا قوي، انتوا كنتوا قد المسؤوليه. الحمد لله تعبتوا بس المفروض دلوقتي تكونوا مبسوطين بالنتيجه اللي انتوا عملتوها. الحمد لله. الحمد لله. احمد طبعا حبيبي، انا بشكرك جدا، انا اللي بشكرك يا روحي مش انت اللي تشكرني، لان انت حبيبي. ايوه انا عارف يا ولد اللذين، انا عارف. شرفتني والله يا روحي برسالتك دي بجد حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك، ودايما اشوفك انت وحازم احسن ناس في الدنيا. شكرا شكرا جدا شكرا جدا. و و و
ويعني انا برضو بشكرك وبشكر كل الامهات اللي كانت موجوده. انا عارف ان انا جبتكم في الشمس ورميكم في وسط الجبل كده، بس زي ما حضرتك شفتي اكيد الحمد لله اللي احنا عاملين حاجه حلوه، ونشوف المشاهده على اليوتيوب والفيسبوك عشان لما اطلع اعرف بس. الله يكرمك. لا بس هي فعلا مش سيب المايك يا حبيبي، بس هي فعلا مش ما تلعبش فيه. هي فعلا لا لا استنى يا عبد الله، لا لا بيعمل فيها حاجه صعبه. لا بس فعلا انا عايزه تلعبش في حاجه يا ميشو من فضلك، ما تبوظش حاجه يا ميشو من فضلك ارجوك. معلش يا احمد، معلش يا انت مش ملاحظين ان في كل حاجه بيتعمد؟ عم بركات نعم اتعبت وانا كمان، بس مش بنحبه برضه. ايوه ما انا عارفه، لا حبايبنا كلنا. بس من فضلك ما تلعبش في المايك عشان ده لو كسر هيحصل حاجه. انا عايز بس اقول لكم حاجه كلكم، الجميل فيكم كمجموعه ان مفيش حد فيكم زي التاني خالص، ودي حاجه عجباني. بس قبل ما طب قول بسرعه عشان عايز اقول حاجه لميشو. اوكي هي رساله تانية لماما، شكرا جدا عشان حضرتك تعبتي معانا وديتينا عند الجبل ووقفتي وتعبتي وجنبينا وفي كل حاجه، والله شكرا جدا وحضرتك اللي ساعدتينا. هقوم احضنك بقى، عايزه اقول حاجه. والله عايزه اقوم احضنك. بشكر كل الامهات وكل وعمو بركات وكل الاطفال وكل الناس. شكرا اللي جم وساعدونا في البرنامج وكمان اللي صوروا معانا البرنامج، يعني احنا بنشكركم جدا وعلى مجهودكم، وان حضراتكم جيتوا معانا في الشمس وتعبتوا. جيتوا معانا في الشمس، ما احنا روحنا صورنا في حته شمس. جيتوا معانا صورتوا في الشمس واحمريتوا وكلنا احمرينا واسمرينا. لسه اعرف هو شمس واحنا كنا فوق. طيب معلش عايزه اقول حاجه بس، للاسف احنا الحلقه خلصت للاسف. طب اقول حاجه لميشو والنبي. اتفضل. اقول حاجه لميشو. اتفضل. بص يا ميشو، يشهد علينا الله ثم التاريخ ثم المشاهدين، انت يا ابني بص لي يا حبيبي انت. عايز اقول حاجه والنبي سيبني اقول حاجه. طيب اقول بسرعه بسرعه بسرعه. يا ميشو يا ميشو بص لي يا ميشو، بص لي. طب قول له كلام للتاريخ يا ميشو، بص لي. مش عايز اقول لك كلام للتاريخ وانت مش باصص. ميشو انا بحبك. انت عايز مني ميشو؟ انا بحبك يا ابني. رساله. طيب اوكي. عموما يا جماعه، ميشو بجد نجم كبير، اديك شفت هو بيهزر ازاي، شوفوه في الفيلم هو حاجه تانية خالص. طيب اوكي احنا معلش للاسف لو الحلقه كانت قصيره بالنسبه لنا، بس احنا يا رب تكون انتوا الحلقه عجبتكم، يا رب كلكم تكون الحلقه عجبتكم. وانا بدي اعمل لك قوي، وانا بدي اعمل لك قوي. يلا باي باي باي.